ورجعنا لحضراتكم تاني وبنرحب بضيوفنا دكتور الاستاذ الدكتور احمد الجزار وفريق العمل. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور احمد الجزار هو استاذ النساء والتوليد بالقصر العيني، استشاري المناظير الجراحيه لامراض النساء، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري. وبنرحب كمان بضيوفنا فريق العمل الطبي بعداد كوينز. اهلا وسهلا بحضراتكم يا دكاتره. دكتور محمد عادل اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور احمد سامح اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور هيثم خالد اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور مصطفى صلاح اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور ماجد البرماوي اهلا وسهلا بحضرتك. مشرفينا النهارده في حلقتنا برنامج ازرع فكره قناه الصحه والجمال. وفي الاول اللقاء بنبتدي ان احنا نبتدي اول فقرتنا مع دكتور احمد الجزار، واحب حضرتك تكلمنا عن فكره ان هو بيكون في سنتر كوينز والخاص بالنساء والتوليد، واختيار حضرتك للفريق الطبي بدقه شديده. وحضرتك المشكله بتاعت امراض النساء والتوليد في مصر انها دايما مشكله ثابته، ان كل الناس في مصر متعوده انها بتيجي عندها مشكله بتدور على دكتور معين ثابت بيسموه دايما دكتور الاسره. مشكلة دكتور الأسرة إن خلال الخمسين سنة اللي فاتت اتغيرت خالص، وأصبح أمراض النساء والتوليد نفسها بقى فيها سب سبيشاليتي، يعني تخصصات تحت التخصص، وأصبح إن إحنا ما نقدرش نقول إن الدكتور بتاع الولادة هو الدكتور بتاع النساء، هو الدكتور بتاع المناظير، هو الدكتور بتاع الحقن المجهري، هو الدكتور بتاع اليوروجينيكولوجي مثلا علم المسالك البولية في أمراض النساء والتوليد. أصبحت نفس المهنة نفسها أصبحت مقسمة إلى أجزاء. الأجزاء دي أصبح إن إحنا عشان نقدر نقدم خدمة فعلا المريض لما يجي يسأل على حاجة، أو المريض بيجي مثلا لعيادة بيدور على حاجة، أصبح إن أنا لازم إن أنا أديله التخصص بتاعه على حد دارس هذه الستاندرد والكواليفيكيشنز اللي هو بيطلبها، بحيث أقدر أقدم له خدمة تبقى مختلفة عن كل الناس. ومن هنا طلعت فكرة كوينز. أصبحنا إزاي عندنا شق مسؤول عن اليورو، شق مسؤول عن الجزء بتاع الأطفال أنابيب، جزء مسؤول عن المناظير، جزء مسؤول على وحدة السونار والسونار ثلاثي الأبعاد، جزء مسؤول عن العمليات بتاع التصليح المهبلي، جزء أمراض النساء، جزء متابعة الحمل. ما بصبحش فيه دكتور يقوم بكل هذه المهام بكفاءة زيه زي غيره. جميل جدا يا دكتور. وعايزين نعرف بنتعامل إزاي مع حالات تأخر الإنجاب. هو تأخر الإنجاب واحد من التخصصات اللي هي نقدر نقول القوية جدا اللي بيقدمها كسيرفيس بيقدمها كوينز كلينيك، ولكن كوينز كلينيك نقدر نقول إنها أقدر أقول كلمة أب تو ديت، يعني حاجة ماشية مع العلم وماشية مع الخدمات اللي إحنا نقدر نقول إن إحنا بنقدمها هنا في مصر. اقدر اقول ان مفيش اي مركز حتى في اي حته في العالم لو قارنتيه حضرتك بانجلترا بامريكا، الكواليفيكيشن والمواصفات الطبيه اللي العيان هياخدها هنا هي نفس المواصفات اللي المريض هياخدها في اي حته في العالم. يعني اقدر اقول له اوعدك لو انت سافرت اي حته في العالم، لا السيرفيس اللي احنا هنقدمها لك هنا على نفس المستوى الطبي اللي انت تقدر تدور عليه في اي مكان في حته في العالم ان شاء الله. انتقل من عند حضرتك يا دكتور وابتدي اتجه لدكتور محمد عادل واسال حضرتك، نسبه نجاح حالات الحقن المجهري كام؟ وهل في حالات لا يصلح ليها حقن مجهري؟ وايه التحضيرات المسبقه للحقن المجهري؟ تمام. اول حاجه نسب نجاح الحقن المجهري هي بتختلف من سيده لاخرى على حسب مخزونها وعلى حسب عوامل كتير فيها. نسب النجاح العالميه متوسطه النسب حوالي من 35% ل 40%، بتختلف من وقت للتاني ومن مكان للتاني وهكذا. في حالات لا تصلح، في حالات لا تصلح في حاله وجود ضعف شديد في مخزون المرأة. في حالة ضعف وجود ضعف شديد في مخزون السيدة. التحضيرات اللي احنا بنحضرها للسيدة في تحضير الحقن المجهري، احنا أول حاجة بنبتدي نشتغل على التغذية بتاعت السيدة، نبتدي ندي حاجات زي فيتامينات وحاجات أنتي أوكسيدنت مضادات الأكسدة تحسن جودة البيضات اللي احنا بنشتغل عليها. بنحاول ننزلهم في الوزن، عوامل كتير قوي بتساعد في حدوث الحمل وتزود نسب النجاح بتاعتنا الحمد لله. هنتقل من حضرتك للدكتور احمد سامح واسال حضرتك، الاورام الليفيه دي بتسبب نزيف رحمي، والاورام الليفيه سواء كانت بقى صغيره او كبيره دي لازم ان احنا نستأصلها؟ ولو استأصلنا الاورام بتاثر على الرحم ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا الاورام الليفيه هي اشهر اورام بتحصل للسيده، بس الحمد لله رب العالمين بنسبه اكتر من 99% بتكون اورام حميده. الموضوع النزيف المهبلي دوت احدى المشاكل اللي بتسببها الاورام الليفيه، كون ان احنا نشيلها او لا ده بيتحكم فيه حجم الاورام الليفيه، مكان الورم الليفي، وعدد الاورام الليفيه، واذا كانت الاورام الليفيه ديت مسببه مشاكل او لا.
يعني مثلا موضوع المزيد دوت من ضمن يعني من ضمن اهم المحددات بتاعته هو مكان الورم الليفي ان هو يكون قريب من تجويف الرحم، وبرضه ممكن يسبب مشاكل تانية زي تاخر الانجاب وزي الاجهاض المتكرر. اما ان احنا نشيل الورم الليفي ياثر على السيده ولا لا، هو الحمد لله رب العالمين ما بيأثرش، لان احنا بنعمل قبليها 4D الترا ساوند لما محددين عدد ومكان الاورام الليفيه قبل ما ندخل نشتغل. وبناء عليه الحمد لله رب العالمين الحاله بتستفيد اكتر من ان هي يحصل لها حاجه، الحمد لله رب العالمين ما بيحصلش. هنتقل من حضرتك لدكتور هيثم خالد واقول لحضرتك ايه هي اسباب الاجهاض المتكرر وهل بيوجد ليها علاج ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اسباب الاجهاض المتكرر هي اسباب كتيره جدا. في جروب من المعايير الناشئ ليهم سبب واضح، ده بيبقى اسمه الاجهاض المتكرر ده المعروف السبب. الاسباب الثانيه بتنقسم سواء للزوج او الزوجه، بالنسبه للزوج في ارتفاع في نسبه الشوائب في الحيوانات المنويه او زياده في نسبه تكثيف الماده الوراثيه. بالنسبه للزوجه في اسباب جوه الرحم نفسه سواء كان حاجز رحمي او مرض ليفي او عندنا مشاكل في المناعه او عندنا مشاكل في اضطرابات غده الصماء سواء كانت الغده الدرقيه او السكر او عندنا مشاكل في السيوله الزوجه بتاعت الدم زي حاله الصماء في ليها علاج طبعا، بس مهم قوي في البدايه ان احنا نفهم هل في سبب محدد للاضطراب ولا لا. في بعض الاحوال بيبقى العلاج بتاعنا ان احنا بندي علاج وقائي في نسبه 40% اللي هم ما لهمش سبب محدد، ولو في سبب واضح قدامي في التحليل والفحوصات لازم اعالجه قبل ما السيده تقدم على حمل. جميل جدا. وهنتقل من حضرتك لدكتور مصطفى صلاح، عايزه اسال حضرتك ازاي بنحدد جنس المولود وهل في تحاليل بتتعمل لتجنب التشوهات الوراثيه ولا لا؟ في الاول احنا عايزين نصلح مفهوم موجود عند كل الناس وهم مش فاهمين تحديد الجنس ده بيتعمل ازاي. تحديد الجنس المولود ده يتم الا عن طريق التحكم المجهري. يعني ساعات سيدات كتير جدا بتيجي عايزه تعمل تحديد نوع من جنين ولما بنلاحق المجاري بتستغرب جدا تقول ازاي انا بحمل طبيعي من غير حق اساسا. لا، هو الشرط ان احنا بنعمل الاجنه عن طريق التحكم المجهري، وبعد كده بناخد الاجنه دي ونحلل من الخلايا الموجوده فيها خلايا لكل جنين ونبعتها لمركز الدراسه ونقول لنا يعني ده ولد ولا بنت. فاذا كل سيده جايه تعمل تحديد نوع جنين لازم تبعتها اول حاجه اللي هو عن طريق التحكم المجهري. تاني حاجه ودي مهمه جدا ان انا ما اقدرش اتحكم في عدد الاجنه اللي هتطلع ولاد ولا بنات. ممكن سيده تعمل محاوله لو عندها اجنه قليله ممكن لا قدر الله بعد شويه يطلعوا كلهم بنات. بالتالي يبقى الحل ان انا اعيد المحاوله تاني من اول وجديد لان انا ما عنديش اجنه من فاتت. ده بالنسبه للشق بتاع تحديد نوع الجنين، وبالتالي زي ما قلنا عن طريق الحمل الطبيعي لازم حمل. بالنسبه للجزئيه اللي حضرتك فاتيها بتاعت الاورام هو اسف الامراض الوفيه ومحدد التحاليل. طبعا ممكن نلعب اللعبه بتاع تحديد النوع ده ان انا ابدا ادور على في العيله مرض وراثي منتشر بشكل معروف، وبالتالي زي ما انا بحلل الكروموسومات وبعرف الاجنه دي ولاد ولا بنات، لا ممكن كمان ادور هل في خلل كروموسومات في الاجنه دي بالمرض المشهور في العيله دي ولا لا، وبالتالي ساعتها ممكن فعلا اجانب السيده او الزوجين بعض الامراض الوراثيه المتكرره عندهم بشكل ملحوظ عن طريق ان انا برضه بعمل حقن مجهري. باخد الخلايا بدل ما بحلل بس هو نوع الجنين ولد ولا بنت ذكر ولا انثى، لا انا بدور كمان جواه على الامراض الوراثيه الموجوده فيه. في امراض بتبقى موجوده اكتر في الولاد، فبالتالي انا بجنب السيده نقل الولاد خالص واختار نوع البنات وبدور فيه. في امراض زي ده اكس لينك او واي لينك اللي لها علاقه بمرض الكروموسوم اكس او الكروموسوم واي، وبالتالي عن طريق الحقن المجاني وعن طريق الاختبارات الوراثيه للاجنه بقدر اتجنب اكتر من المشاكل الموجوده بسبب الوراثه في الامراض الوراثيه الموجوده في كل العالم. هنتقل مع حضرتك لدكتور ماجد البرماوي واسال حضرتك هل بقى التغذيه ليها علاقه بتاخر الحمل وهل ليها دور بمشاكل الحمل ولا لا؟ هي ممكن التغذيه تاثر على الحمل في الكلام عن الحمل الطبيعي وتؤدي لاختبارات هرمونيه سواء كانت زياده الاختبارات الهرمونيه تؤدي لتاخر الدوره او تغيرات على الدوره وبالتالي تاثر على فرصه الحمل. حتى في الحمل المجاني كمان ممكن سوء التغذيه وزياده الوزن تؤدي الى حاجه اسمها سوء جوده البويضات وبالتالي فرصه الحمل اقل. كمان استهلاك الادويه او احتياج الادويه المنشوطه بتزيد اكثر كل ما بتزيد على فرط حصل الحمل. فبرضه صوره الغذائيه لما اكل معينه ممكن تؤدي الى مشاكل صحيه سخيفه للسيده اثناء الحمل، اشعار وجع قرب مغص اسفل الظهر. ممكن برضه زياده نقص سكر الحمل بمشاكل كثيره من غلط دوره بزياده المياه الحماليه الجنين او شكايه في الجنين او ارتفاع ضغط الام ممكن يتفضل على جهه تسمم الحمل. كل دي حاجات وارده مع صوره الغذائيه. طيب بصينا لغايه ما الحمل الرياضه برضه زياده الوزن زياده الوزن ممكن تؤدي الى صعود الحمل بعد الولاده ممكن تعرض السيده لضغط الرضاعه في الرجل او ضغط الرجل كمان بتاثر عليه فكره الرضاعه بعد الولاده كمان. عشان كده هنا بقى التمييز حبالي بعدنا دايما السيده الغذائيه بتشرف على عيون الام في المراحل التقريريه في اثناء الحمل وبعد الولاده كمان عشان توصل لها. يعني ان
هننتقل من حضرتك لدكتور احمد الجزار. عايزين نعرف بس ازاي بتقدروا تنظموا فكرة الوقت بين الحقن المجهري والجراحات الكبرى، وهل بتتم الجراحات الكبرى داخل السنتر هنا ولا في اي مكان تاني؟ حضرتك هي دي كانت اللي احنا لما ابتدينا الحوار ابتدينا نتفق على ان احنا عندنا مشكلة رئيسية، ان كلمة دكتور النساء والتوليد هي انشقت في العالم كلها، ما بقاش في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها دكتور اوبستريشن ده بيشتغل نساء اوبستاتريك بس وعلم الولادة بس، وفي دكتور بيشتغل نساء بس. النساء نفسها بقت عبارة عن سب سبيشاليتي تخصصات، حتى علم الولادة بقى نفسه فيه تخصصات. المشكلة الرئيسية اللي احنا بنواجهها في مصر ان العقلية انها تتجه الى هذا الاتجاه ده لسه شوية. انا عارف ان احنا لما عملنا كوينز كلينيك في البداية ابتدى يحصل عليها يعني شوية ديبيت زي لغط كلام، يعني هذا اللغط بتاع الكلام ايه الفكرة؟ طب ما هي دي عيادة نساء. لا هي مش عيادة نساء، هي العيادة هي اسمها عيادة تخصصية. كلمة عيادة تخصصية دي او الفكر بتاع السنترز في مصر انها الناس تبتدي تتقبل الفكرة، هي الناس عايزة تتعود على انا بقول عليه فاميلي دكتور، دكتور الأسرة. لا احنا مش دكتور أسرة، احنا هنا دكتور أسرة ده جزء من منشقات بتاعة الكلام بتاعتنا، انما احنا هنا كل حاجه ليها شغل وتخصص. يعني المريض لو انا عندي ايمرجنسي وطوارئ مش اكيد 100% هنصحى الصبحيه هنلاقي عندنا مثلا 20 30 عيانه من المركز امبارح بالليل او النهارده الفجريه تعبانه وعندها مشكله، يبقى دي هتتجه ناحيه المركز. في جزء من العيانين دول الايمرجنسي بتاعته والطوارئ لا الموضوع اكبر من ان هو يكشف وياخد علاج، يبقى يتجه ناحيه المستشفى. عندنا جزء مسؤول على ان ازاي الصبحيه يقدر يخلص المتابعات بتاعه التبويض ويشوف حالات الانتينيتال او متابعات الحمل الطوارئ. عندنا جزء الصبحيه او العصر هيبتدي يجهز لشغل الاوبراتيف والعمليات اللي هتبتدي تتعمل بكره، الفحوصات بتاعتها دي تمت ولا لا. وعندنا جزء اخر يبقى مسؤول عن الاداريات، ازاي هينظم العمليات دي لما تيجي تتعمل ما بقاش في شورتج، لان الناس ما بتبقاش عندها خلفيه ان العمليه اللي هتتعمل الصبح دي هتتعمل كده ان الدكتور موجود وخلاص. لا، في حاجه اسمها الاستعداد للعمليه. فاي تحضير لاي عمليه بيبقى في فريق مسؤول على انه يحضر للعمليه اللي هتتعمل تاني يوم. ومن هنا احنا كان قصدي اوضح ان هنا عندنا في كوينز لا كل واحد عنده الصبح في شغله، ايه اللي هيعمله الصبح، ايه الفريق اللي مسؤول عنه الظهريه، مين المسؤول عن الشغل بتاع العيادات بالليل. فده الفكره اللي كنت عايز اوصلها للناس، ان احنا عندنا كوينز او كوين كلينيك بمعنى اصح هي عباره عن فكره جديده وفكرة أتمنى أنها تنتشر في مصر بالتدريج، لأن في العالم كله الكيان نفسه بتاع النساء والتوليد أصبح هو بالصورة اللي أنتوا شايفينها دي. مفيش حاجة اسمها سينجل بيرسون، مفيش حاجة اسمها شخص واحد، مفيش حاجة اسمها وان مان شو اللي هو الأداء لشخص واحد بعملين نتفرج عليه. لا، هنا دلوقتي أصبح الأداء كله لمجموعة أو لفريق، كل واحد في الفريق عنده دور. المستفيد الاخراني خالص من الفريق ده هيبقى هو المريض. المريض كده لا، كل واحد بيعمل له حاجه معينه فبيعملها له بمنتهى الاتقان، فما عندوش الا النجاح هو الوسيله الوحيده بالنسبه له. اللي اقدر اقدمه لك كخدمه هنا جوه كوين كلينيك ان انا اقدر اضمن لك نجاح في اي عمليه كبيره انت هتعملها، في اي شغل، الشغل الاخصاب المجاري طالما ده توفيق من الله سبحانه وتعالى، في اي شغل مستقبلي ان شاء الله باذن الله بتخطط له، اتاكد ان احنا عندنا ان شاء الله باذن الله نقدر نقدم سيرفيس كويسه جدا. اتمنى بامر الله تنتشر ويبقى عندنا كوين كلينيك موجوده في كل محافظات مصر، ولكن ان شاء الله باذن الله لما الفريق يكبر بالتدريج. ومن هنا اختيار كل الافراد اللي كانت موجوده في الفريق حاجه كنت بهتم بيها جامد جدا. الاشخاص اللي قدروا انهم يتوازنوا مع الفريق ومع الفكر ويقدر يطبق الفكره، وللاسف انا اقدر اقول اللي بيشتغل معانا ضد التعب وما يقدرش يقول لي انا عايز انام، وما يقدرش يقول لي انا مجهد، وما يقدرش يقول لي انا مش قادر اكمل. لا، احنا هنا عندنا مواصفات معينه غير الشهاده العلميه. كل الدكاتره اللي معايا الحمد لله رب العالمين كلهم ما شاء الله، الله اكبر، كلهم من حاصلي شهادات الدكتوراه والله اكبر. انا كل الشباب اللي عندي حاجه متشرفني وحاجه بالامانه اتمنى ان انا لما اخلص شغلي يعني وان انا ابطل اشتغل ان انا اسيب اثر، الاثر ده ما يبقاش اختفى للابد، ولكن اثر ده يبقى تورث ويبقى هم بعد كده يتولوا نفس الصوره ونفس الفريق ويبقى امتداد للشغل بتاعنا وللفكره بتاعتنا نفسها، ويبقى موجود كل مصر كل محافظة فيها كوين كلينيك إن شاء الله. عشان كده حضرتك بتختارهم بدقة شديدة عشان يكون كلهم دكتور أحمد الجزر. طيب هاني السؤال الثاني اللي هي الجراحات الكبرى كانت بتتم داخل السنتر ولا بره؟ لا، السنتر هنا هو مكان للكشف وليه نقول عليه للحاجات اللي هي مش انفيزيف، للحاجات اللي ما فيهاش تدخلات جراحية كبرى، إنما احنا هنا بنقدر نقدم كل الخدمات.
نقدر نقدمها له. انما لما نيجي نتكلم على الجراحات الكبرى، لا، الجراحات الكبرى كلها الحمد لله بنعملها في اماكن كتيره قوي في مصر، احنا بنشتغل في كل حته. المكان الرئيسي بتاعنا كنا بنشتغل في مستشفى الجزيره على اساس متوافر بالنسبه لنا بنك الدم والرعايه المركزه وبقيه الشباب الصغار بتاعي كلهم اللي موجودين هناك حاصل الماجستير وكلهم ما شاء الله من ولاد القصر العيني والجامعه. فالفكره كلهم كانوا قاعدين هناك علشان يقدموا السيرفيس للفريق الكبير، يعني فريق كبير وفي فريق صغير هناك بيتابع البوست اوبرتيف ما بعد العمليه. انما احنا جنب كده لا، بنشتغل في كل الاماكن صراحه، بنشتغل في مستشفى الندى بفروحها، بنشتغل في رفايده، بنشتغل في كل حته، في دار الفؤاد، في السلام، اي مكان احنا الحمد لله بنشتغل فيه. انما كوينز كلينيك هو مكان سنتر للكشف للسب سبيشاليتي، انما شغل الاي في اف لا بيتم في الجزيره، جراحات كبرى مينلي رئيسيا في مستشفى الجزيره. وان شاء الله باذن الله الفكره بتاعتنا ان شاء الله باذن الله ده تقدر نقول استمرارها الحمد لله محقق نجاح كويس جدا. والحمد لله الحمد لله كل الاسماء بتاعه الدكاتره الكبيره الحمد لله في مصر بتقدر كويس جدا الشغل اللي بيتعمل هنا. وانا لما بروح اي مؤتمر الحمد لله في اي حته في العالم، الحاجه اللي بلاحظها كويسه جدا الاثر الكبير قوي، لدرجه ان انا اصبحت بتحسد عيني عينك هناك في اي حته في اوروبا، نادي يقول لي انت عندك فريق كويس قوي، انت عندك شباب كويسين جدا، فكل الناس بقت عارفاهم حتى بالاسماء. يعني ما بقوش عارفين اسم احمد الجزار كشخص، لا، حافظين محمد عادل وحافظين احمد سامح، حافظين هيثم، حافظين ماجد، حافظين مصطفى، لا، يعني اصبحوا ان هم بيعرفوهم بالاسماء وبيقولوا لي لا ده كذا كان محاول حاله وكلامه مظبوط. ودي حاجه طبعا بتسعدني، بحس ان بحس لا الموضوع مش موضوع شهاده، they have already ان الشباب اللي عندي دول already عندهم experience enough ان هم يقدروا يمانج complications ويحلوا مشاكل معقده وسيتويشنز. لان المشاكل مش بتبقى طبيه بس، احيانا المشاكل بتبقى بتبقى ethics اخلاق، بتبقى religious، حاجات ليها علاقه بالدين، ليها علاقه ازاي يقدر يحل مشكله اجتماعيه المريض نفسه بيواجهها. الناس مش ممكن تتخيل ان الطب عندنا ملوش علاقه بان انت كشفت ومشيت، الطب عندنا هو عباره عن حلقه تواصل اقدر اقدمها لك على السيرفيس على المدى الطويل. عايزين ننهي كلمه فاميلي دكتور وعايزين نبتدي نخش بقى لا بكوينز سب سبيشاليتي، يعني نقدر نقول ايه، نحل دي مكان دي، نقول لا تخصصات النساء والولاده بفرحها. واتمنى ان شاء الله الفكره تنجح ان شاء الله وتحقق النجاح اللي انا اتمناه ان شاء الله باذن الله. اعزائي متابعي برنامج ازرع فكره، وصلنا لنهايه فقرتنا الاولى. بنشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده وبيقدموا لنا على ارض الواقع مكان افضل كمان في التعامل من خارج مصر، هي عيادات كوينز التخصصي. بنشكر ضيوفنا دكتور احمد الجزار، اهلا وسهلا، شرفتنا النهارده، دكتور محمد عادل، ودكتور هيثم خالد، ودكتور مصطفى صلاح، ودكتور ماجد البرماوي، ودكتور احمد سامح، شرفتونا. وبنكمل مع حضراتكم فقرتنا الثانيه، ابقوا معنا مع تقرير.